يونيت 3 اللي هي على gifts of youth. gifts of youth اللي هي هدايا الشباب، او لا واحد المجموعه من المزايا اللي ترتبط بالسن ديال الشباب. اذا نبداو بواحد المجموعه ديال الكلمات. انرجي احنا غنشوفو دائما، غنشوفو الاسم ناون ولا الاسماء ناونز، ومن بعد غنديرو ادجكتيفز اللي هما اوصاف ولا نعوت. اذا نبداو انرجي. انرجي هي الطاقه. الا كان شي واحد انرجاتيك، انرجاتيك يعني شي واحد اللي هو مليء بالطاقه. بيرسيفرنس اللي هي المثابره. بيرسيفرنس مثابر، شي واحد اللي هو مثابر. انثوزيازم حماس. انثوزياستيك شي واحد اللي هو مليء بالحماس، عنده الحماس. patience اللي هي الصبر. patient صبور. flexibility اللي هي المرونه. flexibility للمرونه يعني تنعنيو بها شي واحد اللي هو flexible شي واحد اللي هو مرن، يعني تيعرف يشد العصا من الوسط كما تنقولوا حنايا. صافي. sociability اللي هي المؤانسه ولا ما هو اجتماعي. صافي. انت كل انسان يعني اجتماعي. سوشيبل هو واحد الانسان اللي هو اجتماعي، يعني تيهضر مع الناس وتيضحك مع الناس وتيتعامل مع الناس تيهضر معهم. اوبتيميزم التفاؤل. اوبتيميستيك متفائل. فيجر هي الحيويه. فيجروس شي واحد اللي مليء بالحيويه، تلقاه دائما خدام وناشط وفرحان. imagination imaginative شي واحد اللي عنده الخيال واسع. imaginative. creativity هي الابداع. creative شي واحد اللي هو مبدع تيدير شي حاجه جديده. adventure المغامره. adventurous شي واحد اللي تتعجبو المغامره. صافي. مغامر adventurous. innovation اللي هي الابتكار ولا التجديد. innovation. innovative شي واحد دائما اللي تيدير شي حاجه جديده ما فكروش فيها الناس يديرها هو. innovative. talent اللي هي الموهبه. وtalented شي واحد talented عنده موهبه في شي ميدان معين، واي واحد فينا الا وتكون عنده موهبه في شي ميدان معين، يا اما تيعرفها ولا مازال ما عرفهاش. ambition هي الطموح. ambitious طموح شي واحد عنده طموح. inquiry هو الاستفسار. inquisitive هو شي واحد اللي دائما تيستفسر الناس وتيقول لك علاش هادي وباش هادي وكيفاش هادي، تتسمى inquisitive. هي راها مزيانه ان الانسان يكون تيسول على الاشياء اللي ما تيعرفش. audacity الجراه، ان تكون عندك الجراه باش دير واحد الحاجه، وطبيعه الحال تكون عندك الجراه باش دير واحد الحاجه اللي هي مزيانه. audacious جريء. strength القوه. strong شي واحد قوي. competence الكفاءه. competence كفء شي واحد كفء في شي ميدان معين. reliability الموثوقيه شي واحد اللي هو reliable يمكن الوثوق به تتعول عليه. تنقول مثلا بحال دابا حنايا شي واحد شي شخص كلشي واحد تقول لك راه ريلايبل، هذاك راه تعول عليه، الا قلتي ليه شي حاجه ولا وصيتيه على شي حاجه راه يديرها. responsibility المسؤوليه. responsible هو انسان مسؤول. vitality الحيويه. vital شي واحد مليء بالحيويه. ability القدره. able to do something قادر على فعل شيء. punctuality الالتزام بالمواعيد. الى شي واحد اللي هو punctual تيكون شي واحد اللي هو دقيق في المواعيد ديالو، تدير معاه 8 تيجي مع 8 بيله ماشي ونص. persuasion الاقناع. persuasive شي واحد اللي تيقدر يقنعك شي حاجه انت تكون ما ديرهاش، ولكن هو because he is persuasive he can persuade you to do something تيقنعك. cooperation تعاون. cooperative بحالهم بحال هو متعاون. maturity النضج. mature ناضج، تقولوا شي واحد طايب زعما صافي راه ولا ناضج. efficiency هي النجاعة. efficient انا هاد الافيشنسي النجاعة شنو تعنيو بها؟ بحال واحد اللعاب ديال الكرة هو افون سونتر وما تيماركيش اذا ما عندكش انت النجاعة. مثلا لعب 20 ماتش وما ماركات بيس، يعني راه ما عندوش الافيشنسي، هي از نوت افيشنت. ولكن بنادم تيدخل غير ماتش واحد تيماركي 3 البيوت، اذا هو راه عنده النجاعة. efficient.
سيلف كونفيدنس هي الثقه بالنفس، سيلف كونفيدنس هو واحد واثق من نفسه، اوتونومي هي الاستقلاليه، اوتونومي اوتونومس شي واحد اللي تيعول على راسه هو مستقل ذاتيا، ويبليون التمرد، ويبليس شي واحد اللي هو متمرد، اندبندنس استقلال حتى هي، اندبندنس هو شي واحد اللي هو مستقل. اذا هنايا غنشوفوها في واحد المجموعه من الجمل، نشوفوا هذه الكلمات هذو ولا كلمات اخرى ايضا، مثلا although young people are a heterogeneous group، رغم ان الشباب هما واحد المجموعه غير متجانسه، heterogeneous عقلوا عليها اللي هي غير متجانس، بحالاش غير متجانس؟ ملي تنديروا واحد المجموعه ديال السوائل مثلا في بلاصه وحده وتنخلطوها، الا هما ما تخلطوش هما غير متجانسين، ولكن الا درتي مثلا الملح والماء راه متجانس صافي. اذا ها انا عطيتكم غير مثال، they can play responsible، they can play responsible determining roles in society، they are the lifeblood of a country، يعني هاد young people الشباب هما شريان الحياه، lifeblood عقلوا عليها شريان الحياه ديال واحد الدوله، and represent the most active and vital force of its development، they should be allowed، هما خصنا حنا نعطيهم الحق to voice their opinions، opinion اللي هو كل واحد عنده رأي ديالو، يعني الآراء هما opinions، و to voice your opinion هو أنك to express yourself، هو أنك يعني تعبر على نفسك، because they have as much as to say about societal problems and potential solutions as others do. واخا كريم، our classmate is known to be very cooperative، واخا كريم معروف على أنه متعاون، when we are assigned projects he works well with us and always does his share of work، متعاون ملي تكون اربعه الناس غيديروا شي حاجه هو تيدير الخدمه ديالو. A high percentage of young people no longer believe in their country's political parties، الشباب مابقاوش تيديوها في political parties اللي هما يعني نقولوا حنايا السياسه، نقولوا حنا السياسه الداخليه على العموم، والاحزاب political parties هما الاحزاب السياسيه. That's why they tend to shy away from politics، هادشي علاش ولاو تيتفاداو ما هو سياسه، وحتى انايا انا عندي هاد القضيه اللي تنتفادى انني نهضر في السياسه، واخا the young ولا the youth، the youth راه هما young people، هما youth الشباب، need their independence، تيحتاجوا الاستقلالية in order to grow into responsible adults، باش يوليو أناس يعني كبار و يعني responsible اللي هما مسؤولين. The young man left the conference room with a clear conscience، شي واحد مشى هو الضمير ديالو صافي، a clear يعني صافي، conscience اللي هي الضمير، علاش؟ because he felt حس happy he had been able to raise people's awareness، عقلوا على هذه to raise people's awareness، awareness هو مستوى الوعي، و to raise something هو انك ترفع من واحد المستوى، هو حس بانه رفع من المستوى ديال وعي الناس، علاش؟ the importance of community work، العمل ديال المجتمع. هنا غنديروا واحد المجموعه ديال كالوكيشنز اللي هما شنو قلنا كالوكيشنز هما at least two words that go together، صافي جوج كلمات اللي تيكونوا في الغالب معا، واش فاهم؟ بحال الا قلنا to make a decision، make a decision تتخذ قرارا، صافي to shun politics هي to avoid politics هو انك ان تتفادى الحديث او الخوض في السياسه، to voice an opinion هو انك تعطينا حنايا الراي ديالك، تعطي الراي ديالك، to fight corruption هو انك يعني نقولوا حنا تكافح الفساد ولا تحارب الفساد في البلاد، الفساد الاداري والى اخره، to fulfill a dream هو انك تحقق واحد الحلم. عندنا هنا واحد المجموعه من الكلمات، creative اللي هي مبدع، sociable اجتماعي، ambitious طموح، punctual دقيق في المواعيد ديالو، honest صادق، persuasive مقنع، conscious ولا conscious conscientious كانشنشس هذه صعيبه شي شويه، كانشنشس اللي هو انسان واعي جايه من لا كونسيونس، كوبوريتيف اللي هو شي واحد متعاون. اذا somebody who comes ولا arrives on time ديما هو في الوقت، هو اذا هو بانكتوال،
punctual اللي هو قلنا دقيق في المواعيد ديالو. Is friendly, enjoys the company of other people. هو يعني سهل أن تكون صديق دياله وتعجبه أنه يكون مع الناس. إذن هو sociable واجتماعي. Has a talent in making new things. ودائما يبتكر لنا أشياء جديدة. هو creative. Creative اللي هي قلنا بأنها مبدع. Is good at convincing people. هو يعجبه أنه يقنع الناس. إذن هو persuasive. Persuasive اللي هو مقنع. Wants to succeed. باغي ينجح. Ambitious. طموح. Always says the truth. شي واحد اللي دائما صادق. سيقول لك الحقيقة. صافي. إذن هو honest. صادق. Works well with other people. تخدم مزيان مع الناس. On group. إذن cooperative. متعاون. Takes his job seriously. شي واحد اللي سيأخذ العمل دياله يعني سيأخذه بواحد طريقة serious. إذن هو conscious. Conscious. شس كانشس صافي ولا كانشيانشس سمحوا لي هذه حيت لا برونونسياسيون ديالها شويه صعيبه. كانشيانشس صافي. واخا هنا عندنا واحد المجموعه من الكلمات وحنا غنديرهم بلاصتهم. ادفانتشر انوفيشن تالنت باشن سكيل سترونغ مايندد وبوليتيكس. حنا غادي نشرحوهم. شي هاز ا تالنت فور بينتين. صافي. شي واحد تكون عنده واحد الموهبه مثلا في الرسم. They love each other. هما تيبغيو بعضياتهم. But there is no passion in their relationship. تيقول لك هما ديما معا ولا شي جوج مجوجين ولكن ما عندهمش العاطفة. Passion. There is no passion in their relationship. She left home to travel. Hoping for excitement. And adventure. شي وحدة مشات تسافر وهذا. وشي is hoping for excitement. مثلا adventure تقلب على المغامرة. My father likes politics. He always watches political debates on TV. تتعجبو السياسة ودائما تتفرج في نقولو حنا يا البرامج السياسية. He is strong-minded because he has firm ideas and beliefs. شي واحد اللي تيكون عنده معتقدات راسخة تنسميوه strong-minded. يعني الطريقة باش يفكر قوي في التفكير ديالو. China is known by technological innovation and industry. الصين معروفة بالابتكار حنا التكنولوجي صافي خصوصا في اندستري اللي هي الصناعه. It takes great skill to make such beautiful jewelry. شوف شي واحد هاد مثلا هاد الخاتم هذا راه ماشي سهل انك تصاوبو. خص يكون عندك واحد المجموعه من المهارات. سكيل ولا سكيلز هما مهارات كثيره باش تصاوبو. واخا هنايا we have some words and their definitions. مثلا generation gap اللي هو الهوة ما بين الأجيال هي difference in attitude and behavior between old and young people. والفرق ما بين نقولوا احنا في السلوكات ما بين old people الناس الكبار و young people اللي هم الشباب. Autonomy راهي independence استقلالية. Autonomy ability to control one's life. هو الإنسان أنه تيولي هو تيصرف على راسه وعايش راسه وعارف يعني تنقولوا autonomous ولا مستقل. الديدلاين هو واحد الحد اقصى يعني time by which something must be done. ملي تقول شي واحد your deadline is next week يعني ما تفوت لياش next week. هذاك هو الحد الاقصى. volunteering هي التطوع. ملي انت تتطوع باش دير واحد الحاجه بلا ما تخلص. مثلا شنو هي شنو تنعنيو بها acts of free will. اولا انت اللي باغي انت اللي تتطوع حتى شي واحد ما تيجبرك ولا انك دير واحد الحاجه. carried out for the benefits of the community. يعني انت الهدف ديالك هو انك تعاون المجتمع. without the primary concern being financial gain. يعني انت ما تتسناش انك تخلص. هادشي علاش تما سميناها volunteering. to volunteer. rivality ولا rivalty to be a rival هو انك تنافس مع شي حد. hostility and competition بحال الا كان شي بطوله مثلا وحنا وانت باغي تاخذ هذه البطوله ولا تكون انت هو الاول في هذه البطوله. نديرو verb noun يعني فعل والاسم ديالو. to create creativity. to imagine imagination. to motivate motivation. to challenge. to categorize هي category. to view vision. و to disturbance.
ثم هنايا وي هاف ذا ناون الاسم وعندنا الادجكتيف اللي هو الوصف immaturity. اذا قلنا على شي واحد immature يعني حنا تنقولوا عليه غير ناضج immature غير ناضج. rebellion تمرد rebellious الا قلنا على شي واحد هي از rebellious يعني متمرد. old fashion old fashion شي حاجه اللي قديمه الا قلنا على شي واحد وصفناه ولا شي شيء على انه old fashioned مثلا an old fashioned car يعني واحد طوموبيل من الطراز القديم. carelessness careless الا قلنا على شي واحد careless يعني انه مهمل مهمل ولا متهور. obstinacy obstinacy obstinate يعني عنيد ولا stubborn تقولوا حتى stubborn. authority اللي هي السلطه authoritarian authoritarian هو واحد الانسان سلطوي. fashion fashioned fashioned هو شي واحد مثلا نقولوا a la mode